طيب نشوف حصاد دورة الألعاب السعودية الثانية التي اختتمت اليوم وتم الإعلان عن نسخة ثالثة قادمة. أسدل الستار مساء اليوم لفعاليات دورة الألعاب السعودية 2023 في نسختها الثانية والتي استضافتها العاصمة الرياض. وأعلن سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بمساعدة نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مدير دورة الألعاب السعودية نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عن إقامة النسخة الثالثة العام القادم، بعد أن أصدر الستار رسميا اليوم الأحد عن النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023 والتي أقيمت بمشاركة أكثر من 8000 مشارك ومشاركة تنافسوا في 53 لعبة رياضية. وشهد اليوم الختامي ختام العديد من الألعاب وتتويج الأبطال الفائزين بالذهب، حيث توج الدكتور عبدالله البار رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة اللاعب شادي حجازي بالميدالية الذهبية لفئة الفردي رجال، وحصل لاعب الاتحاد عبدالعزيز العباد على الميدالية الفضية، وذهبت البرونزية للاعب علي الخضراوي. أما في فئة فردي شباب فقد حصد خالد الشريف الميدالية الذهبية بعد فوزه على علي الطاهر الذي حصد الميدالية الفضية، وحصد أحمد حسين الميدالية البرونزية. وفي فئة السيدات حصدت رنا دلوع لاعبة نادي الاتفاق الميدالية الذهبية. أما في لعبة الشطرنج لفئة السيدات توج الأستاذ جراح الشمري المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للشطرنج اللاعبة داليا السميري بالميدالية الذهبية، فيما حصدت هالة شاهين الميدالية الفضية، وذهبت البرونزية للاعبة أديم الدوسري. وفي لعبة الجودو لوزن 57 كيلوغرام لفئة السيدات توجت صاحبة السمو الملكية الأميرة دليل بنت نهار مدير دورة الألعاب اللاعبة حصة المليكي بالميدالية الذهبية بعد فوزها على غادة العتيق التي حصدت الميدالية الفضية، فيما تقاسم كل من سندس الشريف وريما سديري الميدالية البرونزية. وفي لعبة الووشو لوزن 85 كيلوغرام توج اللاعب مصطفى ندى بالميدالية الذهبية، وحصد عبد الأحد قاري الميدالية الفضية، فيما تقاسم كل من فهد القحطاني وعلي هواري الميدالية البرونزية. وتوج الفائزين الأستاذ إيفو فرياني رئيس رابطة الاتحادات الدولية، وفي وزن 75 كيلوغرام حصد اللاعب هتام منشي الميدالية الذهبية. أما في وزن 65 كيلوغرام كانت الميدالية الذهبية من نصيب اللاعب معاذ التدمري. والله بدون شك هي حلم أصبح أمامنا واقع، وشايف أنا تطور كبير بمراحل عن الأولى، وإن كان الأسس هي كما هي، وأعتقد أنا إنه الرسالة وصلت ولكنها تحتاج إلى وقت علشان نجد من وراها العمل المميز، وهذا لن يحصل إلا أعطينا أغلب الجوائز وأغلب الإيفنتات إلى اليوث الشباب. ليه؟ لأنهم هنا اللي أنت راح تكتشف فيهم المواهب والقدرات. الكبار هم يعني هم عندهم قدراتهم، ويمكنهم بعضهم يمكن ما يعمل إلا من أجل هذه، من أجل أنه هو يستفيد فنيا وماديا طبعا، لكنها حتكون محدودة. الألعاب الجماعية لا، قاعدين نشوف فيها تنافس قوي، والآن بدأت يكون فيها تنافس أكثر، وحيكون مردودها إيجابي خاصة في الألعاب الجماعية اللي أقصد فيها السلة واليد وال... فنتمنى إن شاء الله أن نلقى إن شاء الله في الألعاب القادمة أن يكون شيء مميز أكثر وأكثر. هناك شيء آخر أهم حاجة، أن الوقت الاهتمام فيه، لأن الوقت هذا متأخر لجميع الألعاب الفردية، ونتمنى إن شاء الله أن في المستقبل نرى امتياز من هذه الدورة، الفكر فيها، العمل فيها، ولا تنسى فقط من ناحية الرياضيين، حتى من ناحية الإدارية، حتى من ناحية الشباب، حتى من ناحية الفولنتير، الناس اللي يعملون، أنت يعني حيكون عندك عدد هائل من هؤلاء. نجحت الدورة، سبق وقلتها بالافتتاح أن نجحت الدورة قبل أن تبدأ بالرعاية الملكية الكريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين ودعم واهتمام سمو سيدي، وأيضا ما في شك النجاح يجير لسمو الأمير عبد العزيز بن تركي رئيس وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية رئيس اللجنة العليا المنظمة لهذه الدورة. ما في شك أنه
هذا النجاح الحمد لله يحسب للجميع، على رأسهم اللاعبين المشاركين في هذه الدورة، لجميع أعضاء اللجنة المنظمة في دورة الألعاب السعودية النسخة الثانية، وأيضا لجميع المدربين والإداريين والفنيين والطواقم الطبية والأمنية وجميع من ساهم، وأيضا ما أنساكم كأعلام، ما في شك دوركم كان كبير في نجاح هذه الدورة، والحمد لله إن شاء الله النسخة القادمة تكون أفضل وأفضل إن شاء الله. شارك في هذه البطولة من اللجنة الأولمبية البارالمبية بألعاب أكثر بأعداد أكثر، شاهدنا مناظر وصور الحقيقة مفرحة لهذه الفئة على مستوى المشاركة. ما في شك اسمها دورة الألعاب السعودية وليس دورة الألعاب الأولمبية، فدورة الألعاب السعودية لجميع اللاعبين السعوديين بجميع فئاتهم، من ذكور أو من إناث أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو من الصم، فالدورة شاملة للجميع وحق للجميع. طبعا مشاركة صراحة كل سنة أشوفها جالسة في تطور وفي حماس وفي زيادة، يا رب لك الحمد، سواء من المنافسين سواء من الجيل القادم أو الجيل الصاعد، فالحمد لله أن صار عندنا الاهتمام هذا والدعم الكبير اللي تحظى به الرياضة في السعودية.